السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على حاجة ضايقتني في الفترة الأخيرة، إن في ناس بتعيرني في شغلي وإن في ناس بتكرهني في الشغل وأنا مش عارف أعمل إيه. ياريت تقولولي هل الشغل عيب ولا لأ، وياريت تقولي نصيحة أقدر أعمل بيها الفترة اللي جاية، لأني فعلا متضايق الفترة دي بسبب الانتقادات وكلام الناس. هسيبكم تتفرجوا على الفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم فيه في اخر الفيديو، ومستني لايكاتكم وكومنتاتكم، وياريت تقولوا لي رأيكم في خانة الكومنتات في اسرع وقت علشان انا فعلا محتار ومش عارف اعمل ايه، اسيب الشغل ولا اعمل ايه بالظبط. Thank you.
بس ده